معايا عبر الهاتف الآن الأستاذ محمد غرابة مدير منتخبنا الوطني. محمد مساء الفل عليك، مشرف ومنور وبهنيكم النهارده على الأداء. مساء الفل يا كابتن كريم، ربنا يكرمك، ربنا يعزك. النهارده انتوا بسطتونا جميعا، كنا بنتفرج على المباراه والادرينالين شغال، بس احنا عملنا مباراه كبيره جدا يا استاذ محمد. الحمد لله اللعيبه على قد المستوى، مسؤوله رجاله، نفذت تعليمات المدرب ربنا كرمهم، كانوا متحمسين جدا للمباراه، تمام، لان هي رساله برضو قويه لافريقيا كلها. وان شاء الله باذن الله الجاي احسن. بعد الطرد احنا كلنا قلقنا، هي المباراه اصلا صعبه وانت 11 لاعب، بعد الطرد وانت المفروض بتجرب طريقه لعب وخطه وشغل فني، يحصل لك دروب زي دوت في اول 30 دقيقه تحصل ازمه. روي فيتوريا بين شوطي المباراه بعد الطرد شاف انه دي ممكن تبقى برضو تجربه اضافيه لمنتخب مصر انه يلعب مباراه ب 10 لاعبين امام منتخب قوي زي الجزائر. طبعا 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 دي كانت يعني من احلى الايجابيات طبعا المباراه، ان انت لعبت تحت ضغط 10 لعيبه، ولعبت برضو تحت ضغط جمهور، ولعبت تحت ضغط تاكتكس معينه هو بيعملها لاول مره، فلا النتيجه كانت واضحه جدا جدا في المباراه الحمد لله. ايجابيه جدا على 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 جميع المستويات، اللعيبه كانت مسؤوله جدا، الكوتش كان مركز جدا، احنا عن نفسنا المعسكر ده كنا قافلين على نفسنا ومركزين جدا جدا جدا، عشان ده تجربه صغيره لكاس الامم افريقيا ان شاء الله. فكنا حابين ان احنا نعمل نموذج مصغر تمام للفترة المقبلة إن شاء الله، والحمد لله أثمرت بنتيجة إيجابية. طيب أنا عشان نبقى إحنا برضو فاهمين الراجل بيلعب إزاي، أنا كان نفسي أبقى موجود في المؤتمر الصحفي وأسأل السؤال ده النهاردة لروي فيتوريا، هو منتخب مصر دلوقتي بيلعب 4-3-3 ولا 4-4-2؟ عشان لما نطلع نتكلم فني ما نبقاش لا ما تسألنيش أنا بقى، لا ما تسألنيش يعني هو طب أنت ما سمعتوش قال إيه في المؤتمر الصحفي عشان ما سمعتش؟ لا أنا عارف كل حاجة بس مش حاجة. خلاص هبقى أكلمك بعد، هكلمك بعد الهوا تقول لي، بس عشان أنا لما أتكلم أنا أبقى فاهم بس. بس واضح ان هو عنده، واضح انه مرونه تكتيكيه رائعه جدا في ارض الملعب يعني. طيب انا بعيدا عن مرونه تكتيكيه، واللعيبه عندها الاجابه بتاعت المرونه دي، هاي يعني عندها الاجابه نفسها، الاستجابه عظيمه، يعني الاستجابه عظيمه، الاستجابه عظيمه. طيب احنا النهارده وفي اثناء المباراه خروج تريزيجيه كان بيزك شويه، هل عنده اصابه؟ نفس الامر بالنسبه لعلي جبر، هل عنده اصابه ولا ده ارهاق ملعب فقط؟ لسه انا ما قعدتش مع الدكتور، بس هو كان الخروج كان عادي جدا لتريزيجيه، وكان قاعد معايا من شويه علي جبر برضه نفس النظام، لا كان الدنيا الحمد لله مفيش سليمه، ما فيش اي اصابات الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. استاذ محمد غرابه مدير منتخب مصر، انا بشكرك شكرا جزيلا، ومره اخرى بهنيك على اداء منتخبنا الوطني النهارده. زي ما قلت لكم انا مش فارق معايا النتيجه، انا فارق معايا ان المنتخب اداؤه النهارده كان اداء كبير ورائع جدا جدا يعني. متفائل انا من دي وان على فكره، وانا قلت الكلام ده، انه الجهاز الفني الحالي لمنتخب مصر بقياده روي فيتوريا جهاز يدعو للتفاؤل. طبعا نتائج في علم الغيب والظروف وتفاصيل كثيره، بس ان شاء الله الواحد متفائل باذن الله.